طريق الخط الأحمر مع مقداد الحميدان. فوق الخط الأحمر هذه الليلة السياسي العراقي أثيل النجيفي. أسعد الله مساكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة فوق الخط الأحمر. تساؤلات كثيرة، ولكن في البدء نريد أن نتحدث عن خارطة التحالفات الجديدة في مدينة الموصل. ونقول خارطة التحالفات الجديدة هي تحالفات جديدة قليلة وأخرى قديمة ولكنها محدثة. غطاء المدنية قادم بقوة أعتقد في هذه التحالفات، وواضح بقوة الغطاء الإسلامي أو التيارات الإسلامية بشقيها الشيعي والسني إلى تلاشي في محافظة نينوى. ممكن لديها هناك عدة تحالفات جديدة بارزة وبعضها محدثة، تحالف السيد العبادي برئاسة خالد العبيدي، تحالف الوطنية برئاسة الوزير فلاح حسن زيدان الليهيبي، تحالف القرار الذي يعتقد أنه الأكثر تماسكا بزعامة السيد النجيفي. ممكن يعني البعض يتوقع أن العامل الطائفي سيلعب دورة في تحالف القرار، و بخصوصا بعد الحكم اللي صدر على السيد أثيل النجيفي، لكن هناك أيضا تحدي لقائمة القرار في يعني جنوب الموصل وفي أرياف مدينة الموصل، وأعتقد الشارع الموصل يعرف هذا الموضوع. سنناقش هذه مواضيع أخرى مع ضيفي محافظ نينوى السابق السياسي العراقي أستاذ أثيل النجيفي. أستاذ أثيل مرحبا بك. أهلا وسهلا. شو رأيك باللي طرحته بالبداية؟ والله يعني هي قراءة موجودة في الشارع العراقي، لكن أنا أعتقد أنه نحن نقرأها بطريقة شوية مختلفة عما طرحته. طيب خلينا ننتقل إلى فاصل وبعدين نكمل الحوار. إذن مستمرين وياكم لكن بعد هذا الفاصل. مرة أخرى أحمد كرام مرحبا بكم. أستاذ أثيل النجيفي مرحبا بك مرة أخرى. بالبداية شو نشوف خارطة التحالفات الجديدة؟ تحالف القرار أنت ما مرشح الآن؟ لا أنا غير مرشح، غير مرشح، لكن أنا ضمن تحالف القرار وداعم لقائمة اللي أنا يعني جزء من عملها السياسي. أنا لست يعني لست مرشحا ولكن أنا جزء من هذا العمل السياسي. قالت حظوظكم قوية في وسط مدينة الموصل خصوصا بعد القرار، بعد قرار الحكم عليك، والبعض يقول حظوظكم ممكن شوي تتراجع في أطراف الموصل وفي قرى مدينة الموصل. يعني أنا أعتقد أنه هي القرار العراقي هي الأقوى في محافظة نينوى، بل الأقوى على مستوى المحافظات السنية عموما، أنا هكذا أنظر، لأنه بقيت يعني بالمقدمة اللي أنت طرحتها الأحزاب الإسلامية السنية أعلنت أنه لن تستطيع الاستمرار كأحزاب إسلامية، وبدأت الآن جميع الأحزاب الإسلامية السنية تبحث عن غطاء آخر، غطاء مدني تختفي تحته أو تدخل تحته. طيب. وهذا مشمول الأحزاب الإسلامية الشيعية، بقيت بقياداتها بشخوصها، بقيت مسيطرة على عدد من القوائم الانتخابية، ولكن تشتتت أو تقسمت بين أكثر من قائمة بطابعها الإسلامي. بطابعها الإسلامي. طيب. حزب الدعوة لم يتغير وله قيادة في أكثر من قائمة، الحكمة كذلك، الصدر كذلك، الحشد كذلك. فالتحالفات الشيعية أو الإسلامية الشيعية بقيت محافظة على منهجها، لم تتغير بشيء، بقيت قياداتها. التحالفات السياسية أو الإسلامية السنية هي التي بدأت تبحث لها عن غطاء مدني أو جهات مدنية. هذا هو ليش؟ لأنها يعني الحقيقة المجتمع السني يختلف عن المجتمع الشيعي. المجتمع السني تحركه السياسة أكثر مما يحركه مجرد الانتماء للمذهب، وبالتالي من يريد أن يطرح نفسه في المجتمعات السنية عليه أن يتحدث ليس فقط بغطاء ديني أو بغطاء إسلامي، وإنما أن يتحدث بمفاهيم سياسية وبقيم سياسية. هذا هو طابع المجتمع السني على يعني في تاريخه على العموم. لم إذا كنت إسلاميا صعب تقنع المجتمع السني. نعم. المجتمع مثلا لا، المجتمع السني مجتمع
نحن أنا أقول هو عامة المجتمع، هو الصيغة العامة في المجتمع، ليس هو خاص، مو مثل الشيعة هم مجموعة خاصة في المجتمع لها مرجعية. المجتمع السني مرجعيته النظام والدولة، وبالتالي يختلف مع بعضه على أسس سياسية، ويختلف على أسس التحديات الموجودة في مناطقه ويحاول أن يجابهها. فأكو هناك اختلاف ما بين، وأيضا المجتمع السني يعني السياسي الإسلامي السني الحقيقة أثبت يعني وقع في مشاكل كثيرة، مشاكل في القيادة، مشاكل في المنهج. لم يستطع خلال هذه المرحلة يعني من 2003 هو دخل في العمل السياسي، الأحزاب الإسلامية السنية دخلت كحزب إسلامي دخل، لكن ما استطاع حتى قيادته أن تبقى، دائما تتبدل هذه القيادات وتظهر غير انتخابات وكذا وتتغير. على كل حال هي لو يعني هذا يدل على عدم وجود الاستقرار في هذه المجموعة. هذه المجموعة عندما أنا صار لي عمري كله متبني منهج إسلامي دعوي، أرجع الآن أتحدث عن منهج يعني علماني أو منهج مدني، ما الناس ما راح تتقبلني بالحالتين. فأنا أعتقد يعني هناك مشكلة، وفعلا بدأت الأحزاب الإسلامية ذهبت إما مع عياد علاوي الأغلبية، وقسم ذهبوا مع الكربولي مع الكرابلة، قسم مع السيد العباد، وقسم مع السيد العبادي. لكن يعني ائتلاف الوطني بعض هم يقول هو ائتلاف تقريبا هم طائفي هم سني، يعني يعتبر يعني هو ائتلاف الوطني يعني في أحسن حالات يريد أن يعيد تجربة العراقية. ونحن نعتقد أنه تجربة العراقية فشلت لأنها اصطدمت بواقع موجود على الأرض. مهما كان الأصوات التي سيحصل عليها السيد عياد علاوي، لا يمكن له أن يشكل أو أن يشكل حكومة. نحن نشوف الوضع الحالي في العراق، ونشوف بأنه الأحزاب الشيعية سيطرت على الدولة، سيطرت على كثير من المفاصل، فبالتالي من غير المجدي، يعني هم أقوى مما كانوا في عام 2010، من غير المجدي أن نأتي نحن ونصطدم بحقيقة لا نستطيع أن نتجاوزها. الأفضل لنا حسب رأينا نحن وكقرار عراقي أن نحافظ على وضعيتنا كممثلين لهذه المناطق، مهتمين بالتحديات التي تواجه مناطقنا السنية، لكن في نفس الوقت أن لا نضع أنفسنا تحت خانة مسبقة من الآن. الذين ذهبوا مع العبادي عندما تنتهي المفاوض، تنتهي الانتخابات، سيتفاوض عنهم العبادي، والذين ذهبوا مع علاوي سيتفاوض عنهم علاوي، وبالتالي أنا أعتقد من ذهب هناك سيفقد القدرة على المطالبة بحقوق مناطقه أو بمكافحة التحديات التي تواجهها هذه المناطق السنية. لهذا نحن نقول الأفضل لنا أن نبقى ممثلين لهذه المناطق ضمن هذه الفكرة، وبعد ذلك يمكننا أن نتفاوض مع الجهة الغالبة، مع الجهة الأقوى. ليش نحن نلزم نفسنا من الآن بجهة وقد تكون هذه الجهة غير مضمونة؟ ممكن تكون هي الحلقة الأضعف، ممكن تكون الحلقة الأضعف المعادلة. فإذا نحن لدينا اهتمامات وهي مكافحة التحديات التي تواجه مناطقنا، علينا أن نبقي هذه الورقة بأيدينا إلى حين التفاوض، إلى حين الوصول إلى تشكيل الحكومة. صحيح نحن ما راح ننجح أو راح نحن راح نجيب رئيس وزراء من عندنا، لأن هذا ما ممكن من بعد يعني الأغلبية، وجود أغلبية شيعية، ولكن على الأقل أن يكون لدينا الخيار بين أكثر من جهة من الجهات التي تسعى لكي تكون رئيس، يعني أن تحظى برئاسة الوزراء، ونستطيع من خلال هذا التفاوض أن نفرض مصالح مناطقنا خلالها. هذه هي الفكرة الموجودة، وأعتقد الأكراد يتمتعون أيضا بنفس الوضع الذي نحن نريده. جميل. أيضا سيذهبون أنت نفس كيف بنيت أنه قلت إحنا أنتم يعني الآن أنت خارطة التحالفات السياسية، أنا عندي نظرة، أنت كيف نظرت لها؟ أنت بالبداية قلت لي أنا نظرتي تختلف. نظرتي أنه قلت لك أولا الأحزاب الدينية، الأحزاب الدينية السنية هي التي انتهت وليست الشيعية، الشيعية فقط. الانقسام السياسي المذهبي أو الطائفي بقي في البلد، لأنه انتهاء ليس بأيدينا نحن، انتهاء بيد الأحزاب الدينية الشيعية. لو هي أنهت
هذه هذا الانقسام لديها وخرجت أحزاب لا تهتم بالانتماء المذهبي أو تبحث عن الهوية الوطنية كان بتحصيل حاصل السنة تبعوا ذلك. لكن الهوية يعني السنة فقدوا في هذا اللي ذهب باتجاه الذهاب بالقوائم الوطنية العامة فقد خصوصيته مقابل بقي الشيعة محتفظين بخصوصيتهم، وهذه أنا أعتقد خطأ وقعوا فيه. وأتصور أنا في تقديري في اليوم الأول لنتائج الانتخابات بعض هذه أو جميع هذه القوائم ستفكك وستبحث عن مظلة سنية تحتمي بها. هذا أنا في تقديري، لأنه لن تستطيع أن تلبي طموحات جماهيرها ضمن المظلة التي هي فيها الآن. جميل. أنا أتوقع أن العامل الطائفي سيكون في صالح تحالف القرار، خصوصا بعد قضية الحكم عليه. حقيقة قضية الحكم عليه هي امتداد، هي ليست شيء جديد، هي امتداد لسياسة ممنهجة مستخدمة في العراق منذ فترة طويلة، وقرار الحكم هو نتيجة لها، وليست هي القضية الأولى. يعني نحن نبحث من سقوط الموصل ومن قبل سقوط الموصل، كل هذه السياسة التي دمجت في مناطقنا والتي أصبح نتيجتها هذا الدمار الذي نعيش فيه، هذا التشويه الذي نعيش فيه هو الأساس. أما قضية الحكم يعني علي هذه قضية نعتبرها لو قورنت بالمشهد السني العام هي قضية جدا بسيطة، ولكنها كشفت يعني كاشفة لحقيقة، وهي أن هناك سياسيين سنة لم يقبلوا الاندماج ضمن هذا المخطط ويتعرضون إلى منذ فترة، من عام 2010 نحن في هذه المحنة معهم، لكن حاولنا أن نبعدها عن الإعلام إلى أن كشفت في الأيام الأخيرة. طيب شنو رأيك اللي يقول أن هذا الموضوع هو موضوع تخادم سياسي؟ المكون الشيعي قالوا أنه والله الحكومة حكومة تأثير للنجيفي لأنه ما يقبل أن ينطي جوامع السنة للشيعة، بالمقابل أنت صارت لك شعبية بالموصل. يعني هي حقيقة ولا مو حقيقة؟ لا هي حقيقة، هي حقيقة بس طرحها في هذا الوقت يقال نعم هذا تخادم سياسي، بس هي خدمة هاي مثل السالفة. لا أنا أقول لك في مجلس، أنا كنت في مجلس كبير جدا زين، كل المجلس باختلاف توجهاتهم كلهم كانوا يمدحونك باختلاف توجهاتهم. نعم ما ليش هذه حقيقة الناس غفلت عنها لفترة، وهو أنه نحن صحيح دخلنا في العملية السياسية ولكننا لم نساوم في يوم من الأيام على حقوق أهلنا، ووقفنا في هذا الموقف موقف شديد جدا. يعني أنا ما أريد يعني أن أتحدث الآن عن تفاصيل الكلام اللي دار بيني وبينهم في أثناء يعني هاي السنين، وكيف أنه هددوا وأنا هددت بالمقابل، وكيف يعني كان هناك شد بيناتنا خلال هاي الفترة الطويلة. هذه كلها قضايا الناس قد تكون تجهلها، لكن هذا اللي يقولون أنه هي تخادم أنا أشبههم مثل ما على سيدنا عمار بن ياسر يقولون قتلته الفئة الباغية تقتلك الفئة الباغية، فالتفسير اللي طلعوا والله هم طلعوك للحرف فهم قتلوك ونحن قتلناك. هذه أنا أشبهها بهذا المثل اللي يعني بيفرد نوع من التلاعب على الحقائق، أو الهدف هو إبقاء التشكيك حتى في المواقف النهائية المكشوفة، أيضا يبقون التشكيك في القيادات المسلمية. بس هي سوت لك شعبية هذا أخي أنا يعني إحنا هذا أنت تذكر هذا الشيء؟ لا لا أخي أنا صعدت شعبيتك عند أهل الموصل. أخي أنا مو قضية أنا يعني أنا لما تقول صعدت شعبيتك أنا هذه حقيقة. أنا كنت محافظ وكنت أتوقع هناك من داخل الأجهزة الأمنية من يعمل على اغتيالي، وحتى في أحد المرات واحد من شخص في قيادة العمل في قيادة أحد الفرق اتصل بي هو قائد الفرق قال إيش ما تجزوني، فهيك ببساطة قلت له والله أنا ما أجزوك خاطرك، يعني أعرف نقيب فلان عندك مكلف أول ما أجيك يريد يغتالني، فكنت خليك أنت حتى لا تصير عيب ويصير إطلاق نار عندك في داخل يعني الفرقة مالتك. أنا أعرف الحالة اللي كنا عايشين فيها، عايشين في حالة من الشد والصراع في كل صغيرة وكبيرة،
وكنت أبتعد، أحاول أن أبتعد عن إطلاق حتى التصريحات الإعلامية في هذا الموضوع، لأني أخشى يعني على شكل الدولة، رغم أنه الدولة هم كانوا يحكمون الدولة، والسيد الملك هو الذي يحكم، هم رأس الدولة، ولكن نحن نعرف أن المتربصين بنا من الجهات اللي كانت من الإرهاب وداعش وغيرهم يتربصون بنا وبهم، وبالتالي هم أعداءنا الحقيقيين في الداخل. لو عندما نضعف الدولة اللي نحن جزء منها، نضعف أنفسنا قبل ما نضعف، إحنا كان عندنا إحساس بأهمية الدولة، بأهمية القوة، وهم اللي في بغداد ما كان عندهم هذا الإحساس، ما كان عندهم هذا الاهتمام، ولهذا استعمتنا أن نخفي الكثير من الصراعات ومن الحقائق عن الجمهور، مو لأنه يعني أقول لأنه ضر مصلحتي ومصلحة الآخرين، إحنا يجب أن نبقى، أنا يجب أن أبقى محافظ، والمحافظ يجب أن يبقى له صورة هو ضمن الدولة مو خارج الدولة، ويجب أن يبقى ملتزم بالقانون وبالدستور، هذا حتى أقدر أن أسير الأمور. لكن كانت التصرفات، لكن الآن عندكم تحدي كبير كقرار في قرى وأرياف الموصل، راسمين خطة لهذا الموضوع؟ أنا ما أعتقد، خلاص. لا أنا ما أعتقد التحدي كبير. أنا شوف، أنا يعني أن إحنا نعرف موضوع القرى والأرياف، صحيح في القرى والأرياف الانتخاب يذهب أكثر إلى الأقارب وإلى العشائر، ورغم أنه يعني قائمة القرار فيها من أبناء العشائر عدد كبير وموجودين ومؤثرين في مناطقهم العشائرية، ما عندنا هذا، ما عندنا مشكلة، نحن ما عندنا فراغ في تمثيل العشائر، ونحن نعرف أنه هذه الأسماء القديمة أو السابقة في جنوب الموصل وفي غرب الموصل أسماء وضعها غير مقبول في بين جماهيرها. متى؟ الآن؟ نعم الآن. الآن يعني أنا، إحنا في تقديرنا قلة منهم أنا اللي سيستطيعون العودة مرة أخرى إلى الواجهة الانتخابية أو إلى مجلس النواب، مو كل الموجودين. نعرف حجم الانتخابات مالهم، نعرف أنهم في الفترة السابقة جاءوا لمرتين، ولكن هذه المرتين خصوصا المرة الأخيرة اللي كانوا مع المالكي فيها، المالكي منحهم امتيازات كبيرة حتى يستطيعون أن يصلون. وهذا الموضوع أستاذ أثيل أنا طرحته حتى على بعض النواب اللي احنا نسميهم كنا سنة المالكي، يا با أنتوا سنة المالكي، والله واحد منهم قال لي أنا ما ملتقي بالمالكي ولا أعرفه إلا مرة واحدة. شوف أنا ما أريد، يعني هذا موضوع يعني ما أريد، طبعا هو اللي دافع نفسه، لكن نحن نعرف في الانتخابات السابقة كان مفتوح عندهم نقل الجنود والشرطة، يجي أي واحد أكو نواب، ما أريد أنا طبعا أسمي الأسماء، لكن يجي النائب الفلاني يجيب لقائمة ب400-500 اسم من الشرطة، ينقلهم من الموصل إلى منطقته، وبأمر من مكتب المالكي يتم النقل. طبعا مفرغوا الموصل من الشرطة والقوة، لكن في نفس الوقت سووا لهم يعني جماهيرية انتخابية في مناطقهم. هذا من أحد الوسائل اللي كانت مستخدمة سابقا، هذه الآن انتهت. يعني العبادي غير شكل يختلف عن المالكي، ما عنده هذا الأسلوب في العمل، فهم فقدوا الكثير من القدرة على إعطاء أو منح الامتيازات. إذا أنتم تجاوزتوا هذه الخطة الآن بأنه عندكم مرشحين من الغرى والأرياف في القرار، نحن نعتقد بأنه من موجود معنا في القرار من أبناء العشائر يعني في كثير منهم أقوى من الموجودين في العملية السياسية، أقوى موجودين في العملية السياسية. طيب برأيك المال السياسي راح يلعب دور في هذه الانتخابات؟ ويبقى لو ماكو فلوس أساسا، لا ويبقى المال السياسي يلعب دور، ولكن بطريقة مختلفة ليس مثل السابق، ويعني بعض القوائم أيضا ليس لديها مال سياسي كثير. كل القوائم ما عندها فلوس السنة. يعني لا لا، هناك اختلاف. يعني مثلا أنا مثل ما قلت لك، ذكرت لك مثال، يعني المالكي غير العبادي. نعم. المالكي يعني كان لديه آليات عمل، فتح على من يعمل معه ويتعاون معه، فتح أبواب كثيرة من النفوذ والعمل. العبادي يعني شكل قائمة الموصل ويذهب أنت وربك فقاتله، ما عندهم شيء، يعني ما عندهم امتيازات ينطيها للناس. هذولا اللي رايح مع العباد ورايح مع الحكومة يريد امتيازات، صح؟ إذا ما عنده امتيازات وش ما حد يسوي؟ لكن يبقى دائما المواطن العراقي تحسه دائما ميال لأبو السلطة. لأبو السلطة إذا كانت حضور العبادي، أنا أتكلم
قائمة العبادي قبل شهرين ليست حظوظها اليوم. ليش؟ بسبب انسحاب الحشد يعني؟ نعم بسبب انسحاب الحشد، بسبب عدم ضمان. يعني هو قبل، يعني قبل مؤتمر الكويت، وكان أكو هناك نظرة بأنه سيستمر الإعمار على يد هذه القائمة، وسيكون هناك ستفتح الدنيا، يعني الفائدة كثيرة. هذه كلها بعض يعني المفاهيم بدأت تتلاشى، وبالتالي من يذهب الآن مع هذه القوائم قد يجد نفسه يعني إذا العبادي ما فاز بمرحلة ثالثة هو يعني ضيع الكل. يعني نحن الآن بموضوعنا نستطيع أن نتفاوض مع العبادي إذا فاز، ونستطيع أن نتفاوض مع سين من الناس إذا كان غير العبادي، ما عندنا مشكلة. لكنه القائمة اللي مع العبادي هي لا تستطيع حتى أن تتفاوض مع العبادي، هو اللي راح يتفاوض باسمها. هاي مشكلة كبيرة، هاي مشكلة كبيرة راح يواجهوها. طيب يعني هذا الموضوع جميل، لكن هسه هل لديكم مقبولية في الشارع المصري؟ نعم. أنا نحن نكون واضحين. نعم نحن كما كنتم في سابق عهدكم، أم أنتم أساسا ما رشحت للانتخابات لأن حاس أنت ما عندك مقبولية كأثير من جيفي؟ أنا أحلى سقوط المصري وغيرها وغيرها. بالنسبة لي أنا شخصيا أعرف يعني الضغط اللي موجود علي، بحيث من أول تحرير الموصل اتخذ عشر يعني عدة إجراءات تمنعني من الوصول للموصل. فهذه إجراءات كثيرة بين أمر إلقاء قبض يصدر علي، بين هذا حتى هذا الحكم. هذه الإجراءات الهدف منها إبعادي عن الموصل. طيب. فأنا أن أجي أرشح وأدخل القائمة كلها في موضوع يعني التصادم مع هذه الجهات، فالأفضل أنه أبتعد أنا وأبقى أعمل في الجانب السياسي ولكن لست كمرشح. أعتقد هذه أفضل لي. أما الدخول للموصل يعني المصادمة لأجل شخصي، سيفهم كل الموضوع على أنه نزاع شخصي ما بيني، يعني يبقى أنا أسعى لنفسي فقط. فأنا ودت أن أترك الموضوع وأخلي هذه الورقة اللي بديهم دون أن أقدم تنازلات مقابلة، هذه الورقة بديهم أحرقها بديهم. طيب انت شو راح تحل موضوعك الموضوع؟ ينحل موضوع. استأنفت القضية؟ هناك محامين سيقومون بمعالجة الأمر. أنا أعتقد موضوعي ينحل، ولكن أعرف بأنه يعني عرض عليك حل مقابل تنازل، يعني لا يعرض مباشرة ولكن يعرض ضمنيا. هذه هاي الأمور تعرض ضمنيا. أنا أعتقد بالنسبة لي موضوعي سيبقى ينتقل من قضية لأخرى حتى تحسم الملف السياسي. يعني هو أكو ملف سياسي ينتظر الحسم، وهذا الملف السياسي سيحسم في المرحلة القادمة من بعد الانتخابات. نعم. فسيبقى هذا الملف بين أخذ ورد إلى أن يحسم الوضع السياسي. أنا ليش أخلي مستقبلي السياسي أو أجي أساوم على مصالح أهلي من أجل مصلحتي؟ خلاص انتو تريدون تساوموني على مستقبل السياسي، انا طالع بصفحة. ممكن انت تبقى ضمن القرار وبعدين هم لهم حق المحافظ يصير انت حالف القرار وترجع محافظ. انا ما افكر حقيقة، انا يعني قراري انه لن اعود الى اي منصب رسمي، لن اعود الى اي منصب رسمي، لا محافظ ولا وزير ولا يعني أي. مثل ما نقول احنا طابت نفسك. اعتقد ان نبقى نعمل في السياسة ولكن خارج المناصب الرسمية أفضل. إحنا مشكلتنا اللي وقعنا فيها خصوصا السنة أن كل الذين أرادوا أن يعملوا في السياسة دخلوا وعملوا في داخل المناصب الرسمية، بينما الشيعة بقيت لديهم شخصيات خارج المناصب الرسمية، وبالتالي بقيت أبعد عن موضوع الخلافات الإدارية. أكو يعني في العمل السياسي أكو عمل سياسي، أكو خلافات إدارية وخلافات سياسية. على الأقل أبعدوا نفسهم عن القضايا الإدارية، بقيت شخصيات موجودة عندهم. إحنا كان خطأنا أنه كلنا دخلنا في منظومة العمل في داخل الترشيح وبحث عن المناصب. فالأفضل أنه قسم مننا، بعض مننا يبتعد عن هذا الموضوع ويبقى يعمل في السياسة من خارج المناصب ولا يطلب أي منصب، يعطي صورة جديدة للوضع، يعمل مع إخوانه
أنا يكفي عندي إذا عندي في قائمتي 10-15 نائب يفوزون وأنا باقي أخوهم أنطيهم المشروع وأتعاون معهم من الخارج أحسن مما أكون فرد بيناتهم. يعني أنت معول أنه تفوزون كقرار بالموصل تأخذون 15 يعني أنا ما أحدد العدد، لا هو طبعا لأنه العدد صار 24 يعني عفوا 36 وصلنا ناخذ إن شاء الله. أنا مجلس المحافظة دا أتكلم أخلط لا مجلس المحافظة أقل نعم أعتقد 36 نعم يعني أنا أعتقد نحن أكيد راح نكون القائمة الأقوى لأنه في تقديري الأكراد القوائم الكردية قلت حظوظها في الموصل نعم بسبب فقدانها لكثير من المناطق الإدارية التي كانت بيديها نعم فقلت حظوظها في الموصل فسيكون هناك زيادة في المقاعد العربية على حساب القوائم الكردية. ها جميل، يعني أنتم لكم بالحالة لا زالت هناك مقبولية في الشارع الموصلي. أنت أنا قرأت لك مرة ذكرت في على فيسبوك يقول أنا كنت أسعى لحماية المجتمع، يعني لفتت انتباهي هذه الكلمة، يعني كيف كنت تسعى لحماية المجتمع؟ في أي صدر القرار قلت أيه؟ أنا هذا فخر لي وهذا وسام أيه؟ وأنا كنت أسعى لحماية المجتمع. نعم أنت مثل هذه الحالة المساجد اللي موجودة، يعني طبعا سامر أحد الأمثلة اللي صارت فيها، يعني البصرة أيضا، أنا ابن البصرة، أي بصرة كثيرة، لا يعني مثلا سامر أيضا صارت البصرة أيضا صارت، بس في بغداد أيضا، شوف في البصرة هناك يعني سيطرة شيعية، وبالتالي صح يأخذون يصير تدمر لكن ما يحدث ردود فعل. في الموصل لا، الموصل كانت هاي المناطق اللي يريدون يأخذون مساجدها ما يقدر شرطي يصلحها في داخل الأحياء القديمة اللي ناس فيها ذاك الوقت، يعني من الصعب جدا إذا يريدون شرطي يدخلون عليها كانوا يدخلون مجاميع. زين أنت هاي المنطقة تجي تمنع السنة أن يصلون فيها وتقول لهم أنا راح أجيب هين شيعة يصلون في هذا الجامع وهم صار لهم مئات السنين يصلون به، شنو رد الفعل؟ يعني ممكن تصير حرب طائفية، ممكن تصير ثورة في الموصل على هذه القضية. فأنا كنت أسعى أنه أحمي المجتمع، يعني أنا مو قضيتي وبس قضية، يعني هذا التفسير لك التفسير نعم. أحمي المجتمع، أريد أبعد مثل هذه الفتنة أن تحدث في بلدي أو في مدينتي، ما أخلي هذا التصادم يصير. ولهذا حاولنا ان يعني نفهمهم ان هذا الشيء غير معقول. يعني اكو معناها اكو شخصيه تقف وراء هذا الموضوع. نعم شخصيه حكوميه كبرى، من هي؟ يعني هو اللي طبعا هو الواجهه هو الوقف الشيعي. طيب الواجهه لكن من نريد الدوله العميقه. الدوله العميقه يعني لا استطيع ان اتحدث انا، يمكن المالكي يتحدث فيها. السيد المالكي هو الذي بين اتهم بعض الاشخاص وبرأ نفسه طيب. من الموضوع. أي لكن أنا حقا ما أريد أن أتحدث في هذا الموضوع. المهم أنه أرادوا أن يضعوا لهم في الموصل موطئ قدم في مناطق متعددة وفي مساجد، يعني أنا اللي أعرفه من مئات السنين ما صلى فيها إلا من يمكن من أنشئتها من يصلي فيها إلا أهل السنة والجماعة. كيف أنت تحول هاي بهالمنطقة هذه وجارك أنت جار المسجد صالك من 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 ولدت إلى أن شخت أبوك وجدك يقول لك ما تصليهم بعد، يعني حقيقة استفزاز هو كان. طيب جميل، لا زال هناك مشاكل طائفية في الموصل برأيك؟ يعني أنا ذكر يعني كل المصالحة النيابية ذكرتكم مشاكل بين الأزيديين وأيضا بين العرب، بعض العرب لا زالت بين عشائر عربية في نينوى. يعني هاي طبعا مو في أطراف الموصل، نعم. هذا الكلام في يعني في سنجار، نعم. أعتقد أنا المشاكل الطائفية وهاي نقطة في تل أحمر قلت، يعني هي حقيقة فرد نقطة إحنا لازم ننتبه لها. لما كان وكلاء بعيدين من الأحزاب الدينية وكلاءهم كانت المشاكل أكبر، لما جاء اليوم الحشد صارت المشاكل أقل. بس دقيقة شوي مخلني استوعب هذه الكلمة. وكلاء الأحزاب الدينية
وكلاء الأحزاب الدينية. يعني سياسيون سياسيين سنة، إما سنة أو حتى شيعة. يعني أنا مثلا في الموصل عندي مجاميع من الشيعة، من الشبك أو مثلا من التوكمان. لما القيادة اللي في بغداد بعيدة وده تعتمد على رأي هذولا فقط بالمنطقة، كانت المشاكل أكبر. لما أصبحت القيادة أقرب اللي في بغداد، المشاكل قلت، لأنه هذا الوكيل اللي في المنطقة يهتم أحيانا بسرائر الأمور، يهتم بنفسه بمصلحته هو قبل أن يهتم بالوضع العام الموجود. نعم. لكن لما موجود أكو قيادة كبيرة تتابع الموضوع، تشوف بأنه ما مصلحتها الدخول في مشاكل ومآسي من أجل مصالح أشخاص هم صح من جماعتهم قريبين منهم، لكنه ما تلتقي أن أسوي مشكلة لمصلحة واحد من جماعتي. ولهذا بدأت المشاكل أنا أعتقد تقل عن قبل. يعني هذه الأمور اللي كان واحد والله مثل شلون عنده قرايب ببغداد وعشان يخبر عن فلان ودي يعني فلان، هاي بدأت تخف. يعني أعتقد الآن أفضل. جميل. عندك أيضا أنت ذكرت أنه أيضا أنا متابعك على الفيسبوك، فأقرأ قلت على المجتمع السني التحول من حالة المعارضة السلبية إلى حالة المعارضة الإيجابية. نعم. هذا شنو تفسيره؟ شنو المعارضة السلبية؟ شنو المعارضة الإيجابية؟ يعني المجتمع السني من 2003 أول على شيء هو الانقطاع أو مقاطعة العملية السياسية وانتظار انهيار هذه العملية. صحيح. تمام. الحقيقة كنا في جدل كثير معهم مع المقاطعين العملية السياسية. أنا أعتقد أن مجيء داعش المفروض حسم هذا الجدل، لأنه بمجيء داعش انهارت العملية السياسية في هذه المناطق. نعم. على الأقل وأثبتت مجربة والمعارضة السلبية. لا مجرب، هذه هم كانوا في المعارضة السلبية وجربوا أنه البديل للانهيار ليسوا هم هذول المقاطعين، وإنما البديل للانهيار في الانهيار هم المتطرفين داعش وأخواتها. نعم. فاللي يعول على انهيار العملية السياسية لا يمكن أن يفكر بأنه هو البديل في حالة الانهيار. البديل سيكون خارج الحدود داعش وأمثاله. طيب. لهذا مصلحتنا نحن اليوم أن نعود إلى المعارضة الإيجابية. صحيح نحن نشعر، لازلنا نشعر بأن حقوقنا منقوصة ومهضومة ونحتاج إلى استكمال هذه الحقوق أو الحصول عليها، لكن طريق هذه الحصول على الحقوق يجب أن يكون من داخل بناء الدولة مو من خارج بناء الدولة. يعني ما ينفع أقعد بعمان أو أقعد بإسطنبول أو أقعد بهذا وأظل أحكي وأنظر وأشتغل من تحت الأرض. أنا مهم أنه يكون عندي في بغداد في البرلمان أشخاص أنا متفاهم معهم وأنا أدعمهم فكرا، أدعمهم بتقارير، أدعمهم بتأييد مجتمعي، ويكون عندنا صوت واضح في داخل البرلمان يبدأ بالمطالبة بالتغيير من داخل العملية السياسية وليس من خارجها. يعني هذه المعارضة الإيجابية. هذه المعارضة الإيجابية. أنا أبقى معارض ولكن معارض ضمن إطار الدستور مو خارج الدستور. أريد أغير لكن أريد أحصل على حقوقي اللي العالم كله ممكن أن يعترف لي بيها. أما أريد أفكر بأنه أحصل على حقوق والعالم كله ما متفق معايا عليها، يعني الناس يقولون نحن نريد تغيير الدستور، زين العالم اليوم الأمم المتحدة والدول المجاورة كلها معترفة بالدستور العراقي، أنت لما تقول تريد تغير الدستور العراقي من يعترف بك؟ ما حد يعترف بك. فإذا هذا مو منطق بالحديث. لكن لا، أنا إذا أعمل من داخل الدستور العراقي وأرجع أريد أغير بنفس عن طريق الأساليب الدستورية، العالم يعترف بيه، ممكن أن يقول إيه كلامك معقول. فلهذا أنا أعتقد يجب أن نتحول إلى العمل إلى بناء منظومة الدولة. مرشحيكم أقنعتوهم بهذا الكلام الآن في تحالفكم؟ أنا أعتقد بموضوع يعني المعارضة الإيجابية وإحنا لازم نغير بس من داخل الحكومة. مرشحينا مقتنعين، ولكن إحنا اللي نحتاج مو مرشحينا،
محتاجين الرأي العام الخارجي اللي بالحقيقة هو اللي يصير المزاج السني. أنا هذا اللي محتاجه، أنا محتاج مرشحين مادتي ما ينقطعون عن المزاج السني العام، أريدهم يكونوا جزء من هذا المزاج، لأنه إذا انقطعوا عن المزاج السني العام أصبحوا فريسة سهلة تتناولهم الأيدي، خلينا نقول اللي تشتريهم. لكن إذا بقوا ضمن المزاج السني العام وبقي جذورهم المجتمعية مترابطة مع مجتمعهم، راح يكون مد أداهم أقوى ويقدرون يثبتون على الشيء اللي تنهاد منه. فلهذا الدعوة هي مو لهذول المرشحين، أن هذه الدعوة هو للمجتمع السني. المجتمع السني عليه أن يعرف كيف يغير البوصلة اللي كان عليها بالفترة السابقة، ويبدأ بالعمل من داخل المنظومة السياسية، وأن يبقى يعارض ولكن معارضة إيجابية. ما أريد أهدم اليوم، يعني أنت هذه دعوة مبطنة أنه الكل يطلع ينتخب على مود يغير، ينتخب على مود يغير، وفي نفس الوقت يضع صورة لهذا التغيير. يكون عندك أنت صورة واضحة شنو رغبتك بالتغيير. أنت تريد دولة، هل أنت تريدها دولة قوية للدولة تنهار؟ اللي فكر أنه الدولة تنهار، أنا أقول لهذا معارضة سلبية وغير واقعي، لأنه اكتشفنا عندما تنهار الدولة أول ما تتحطم مجتمعاتنا ومدننا تتحطم، مو مدنهم. فإذا تفكر أنت بواقعية عليك أن تسعى إلى بناء الدولة، ولكن أقول لك دولة مدنية مو دينية، دولة ناجحة مو دولة فاشلة مسيطر عليها الفساد، دولة مين راح نجيب لها الدولة؟ على كل حال هذه المفاهيم اللي نحن يجب أن نسعى لها، أن نعمل عليها، على الأقل لا نصطدم مع من يعتقد أننا ننافسه بالسلطة. يعني اليوم الشيعة يتصورون بصورة عامة أنه نحن هدفنا الوحيد هو أخذ الحكم من أيدي الشيعة وإعادته للسنة. هذا الكلام أنا أعتبره يعني كلام يعني حاشا، هذا هو كلام غبي. وأنتوا أيضا تحالف قرار سني واضح، تحالف سني، أنا ما أنكر هذا، ما أعرف سني. طيب عندك أيضا قلت لي ليكن شعار أهالينا هنا واستبدال حكومتها المحلية بالكامل شلع قلع. نعم، وهو أمر ممكن وسهل التنفيذ. الحكومة المحلية هنا، يعني أنا في تحقيق بالنسبة إلى الحكومة المحلية والحكومة الانتخابات النيابية، أعتقد في الحكومة المحلية الأمر سهل جدا التبيير الكامل. شلون؟ يعني ما الموجودين في مجلس المحافظة حاليا ما مقتنع بيهم أنت اليوم؟ مو بس أنا، ما أعتقد أكو واحد بنوصل مقتنع بيهم، يعني مو أنا، اسأل أي واحد بنوصل يقول لك أنا مقتنع بفلان عضو مجلس محافظة، أضحك عليه. ما بيهم ولا واحد ممكن أن يؤهل إلى درجة من الاقتناع أو حتى إلى المقبولية في الموصل. هذه معروفة عند الناس، ما يعني ما تحتاج لها نقاش. تبديلهم سهل وممكن، أنت تقول التنفيذ إيه؟ يعني كلهم في انتخابات. ها بتقصد بانتخابات قادمة؟ طبعاً، يعني مو الآن. أنا والله حسبتك تقصد الآن. لا لا لا، بالانتخابات أنا أقصد. الحكومة البرلمانية إحنا ما عندنا قدرة اليوم أن نبدل الوضع العراقي كأهل موصل أو كأهل الأنبار أو كأهل صلاح الدين. احنا في الحكومة المركزية يعني عامل مساعد نستطيع ان يعني نحن والأكراد ان نتحالف سوية للاتفاق مع الجهة الشيعية الأقرب لنا. ما نستطيع نحن ان نشكل حكومة وحدنا في الموصل، في بغداد. في بغداد، في بغداد ايه؟ لكن في الموصل نستطيع بسهولة بالانتخابات ان نغير هذه الطبقة الموجودة كلها وان نأتي بحكومة جديدة. القرار تقدر. الموجودين الآن بمجلس المحافظة أكو واحد وياكم من أبو القرار؟ ما قبلنا ولا واحد من مجلس المحافظة. والله قابل واحد كان ألزمتك الحجة. ولا واحد. نحن الحقيقة حتى في المجلس النيابي من معانا من أعضاء المجلس النيابي الحالي فرد واحد. من هو وياكم الآن؟ يعني من الموجودين بس أحمد الجربة. أحمد المدلول. أحمد نور الجربة بس هذا الوحيد اللي معانا من أعضاء مجلس النواب الحاليين اللي تابعين لكم اللي في القرار بالموصل. لا أقصد اللي كانوا تابعين لكم. لا لا لا، اللي معانا واللي غيرنا. إحنا يعني خطتنا في هذه الانتخابات النيابية أن نأتي بالوجوه الجديدة. ليش لعد
الشيخ أحمد المدلول، يعني أحمد بن كان له وضع خاص، هو رجل حقيقة لم يعني بقي مقبول، له مقبولية أكثر من غيره في هذا الموضوع، لكن البقية كلهم حاولنا استبدالهم، يعني ما جبنا ما قبلنا أي واحد من أعضاء السابقين يعني الموجودين عليا. جو كثير منهم وحاولوا كثير منهم بشتى الوسائل، لكن حاولنا أن نبتعد، أن نبتعد عن الإسلاميين. إسلاميين لا نحن مو إسلاميين يعني بهذا التحالف السني، سني ولكن ليس تحالف مذهبي، لسنا حزب إسلامي، يعني لسنا حزب، مو حزب أقصد الحزب الإسلامي، يعني لسنا من ضمن الأحزاب الدينية. حاولنا أن نبتعد عن المرشحين من الأحزاب الدينية، وحاولنا أيضا أن نبتعد عن المرشحين الذين عليهم مؤشرات فساد. جميل. وحتى قسم من مرشحين الذي لم يكن أدائهم، يعني هم كانوا ملتزمين وأقوياء لكن ما كان أدائهم بالمستوى المطلوب في مجلس النواب، أيضا حاولنا أن نبتعد عنهم، يعني هم ما رشحوا، بقي فقط اللي رشحوا هم وجوه جديدة، يعني ما عدا في القائمة عندنا، يعني خصوصا في الموصل الاسم الأول أستاذ أسامة والاسم الأخير أحمد المدلول الجابة، والباقي اللي بيناتهم كلها أسماء هم من خارج الموجودين في المجلس الحالي، كلها جديدة، كلها نعم. ها جميل والله، هاي خوش فكرة. ايه وشباب بهم أيضا. ها اي نعم. أنتوا عندكم خطة شينية بس ما راح تبين. طبعا ما راح طبعا فتحشيها بعدين يعني. خلي أسألك باقي ثلاث دقائق. حشد نينوى اللي يقود أثيل النجيفي. نعم. شنو مصيره الآن؟ موجود وموجود الحقيقة. حشد قائد محكوم. يعني بعد هم يعرفون الموجودين في الموصل وحتى اللي موجودين من الحشد الشعبي أو من الجيش والشرطة يعرفون أهمية حرس نينوى في الموصل ولا يمكن الاستغناء عنه. ما هي أهميته؟ أهميته أنه هو القوة الوحيدة الموجودة من أهالي الموصل التي يمكن الاعتماد عليها. بقية الحشود العشائرية الموجودة موجود فيها. حشد السبعويين اللي هي يعني أخي فرق كبير، فرق الأرض عن السماء. يعني ما أريد. أولاً نحن عندنا فرقة كاملة مقسمة على أفواج كلها عسكر بها 250 ضابط من ضباط الجيش السابق، كلهم ضباط مهنيين يستطيعون أن يتولون واجبات حقيقية، يتعاملون مع الجيش والشرطة بمعاملة مهنية كبيرة، فبالتالي أكو هناك ارتياح كبير من الأجهزة الأمنية وحتى من الحشد الشعبي الموجود في الموصل، ارتياح كبير بالتعامل معهم بخلاف بقية الحشود العشائرية اللي تغلب عليها الطابع العشائري، هذه يقودها الشيخ عشيرة أو يقودها شخص. نحن القيادة هي قيادة عسكرية، صحيح هو أثير النجيفي يعني القائد خلينا نقول الرمزي أو الرسمي لهم، لكن هم في حقيقتهم فرقة يقودها قائد فرقة وضباط ركون وأمراء ألوية وأفواج وأمراء سرايا وكلها يعني في الترتيبة العسكرية المتكاملة. والله مرتب أمورك. لا طبعا صحيح. أنا مرتب أموري على مدى طويل مو على الساعة. طيب جد أعدادهم شنو الآن إدارتهم؟ صار الخلاف أنه ما يوجد حشد داخل الموصل، الآن الكثير ماخذين قالوا معناها أكو علاقة للشهيد أثيل النجيف وهي الحكومة المركزية، والدليل كل الحشود طلعت خارج الموصل إلا حشد أثيل النجيف بقى لا الموصل. لا والحقيقة هم طلعوا أول وقت ايه؟ بس ما طلعوا خارج الموصل وإنما بقوا في يعني المناطق اللي ما بيها أحياء سكنية في الموصل، يعني مثلا كانوا موجودين في 17 تموز ومشرفة تحولوا إلى حاول كنيسة اللي هي منطقة يعني أرض فارغة حتى لا بعيد عن الأحياء السكنية على مود الانتخابات، لكن دي يحتاجوهم كعمليات عسكرية خصوصا بعد أن أصبحت مخاوف من الإرهاب، ينطوهم واجبات يقومون مباشرة بأعمال عسكرية ويدخلون مع الجيش ومع الشرطة بتنفيذ هذه الأعمال العسكرية حسب ما يصدر لهم من أوامر. قد أعدادهم؟ هم فرقة كاملة، فرقة عسكرية كاملة، فرقة عسكرية كاملة، يعني بها ثلاث ألوية وكل لواء من ثلاث أفواج، ولا زالوا يتواصلون معك مباشرة أكيد، وبالإضافة إلى فوج مغاوير. نعم معك مباشرة أكيد، أنت القائد. نعم ويشعرون بي يعني، وأنا حقيقة أنا أحبهم وأتواصل معهم، هم أيضا أعتقد يحبوني بالمحبة المقابلة ولديهم ولاء والتزام كامل معي. جميل، هذه مع الولاء والالتزام كامل. أكيد أنا وأنا ما مرشح فما يهمني هذا الكلام، لو مرشح يعني ليش ما رشحتها؟ أحد الأسباب حتى لا يقولون عند فصيل مسلح وجاء رشح للانتخابات مو تمام، سجل عليه خروقات أبدا أمنية أبدا،
تشنيب مثل ما صار بعد هذا. أبد بالعكس. خطف مثال الالتزام أهل الموصل هذاك اليوم ده يطلعون مستائين لما خرج حارس نينوى لأنه ده يحسون بالأمان والاطمئنان حتى من قيافة حارس نينوى يحسبون مثل العسكر مان الأولين قيافة كاملة بخوستب بسلاحه يعني هو بدون كذا ترى مو احنا الان انا بكوني من الجنوب الان اعرف ان المصلاوي هكذا هذول يعني مستقيم ما يروح لا يمين ولا يسار وش حال اذا كان عسكري هذول جابوا مثل قلت لك جبنا 250 ضابط من ضباط الموصل وتدريب تدريب عنيف تدريب متكامل فطبعا شلون راح يقودون هالمجموعه هيقودوها مثل ما كعسكر محافظ نينوى السابق الاستاذ اثيل النجيفي السياسي العراقي شكرا جزيلا لك شكرا لوقتك الشكر موصول لكم احبتي على حسن المتابعه نلقاكم ان شاء الله في حلقات مقبله في الختام نذكركم نحن من ارض اغرورقت بدمع نهرين ينزفان عند القلب يفترقان ثم يتعانقان عند مرفأ الاوجاع حيث شط العرب نلقاكم ان شاء الله يوم الاحد في امان الله.